واش لا فامي، كنتمنى تكون كان بخير وعلى خير ان شاء الله وفي صحه جيده. المهم اليوم وجدتكم فيديو جديد، فيديو واعر لاي واحد كيقلب على متابعين حقيقيين في الانستغرام بدون ما ينقصوا له. المهم خليكم معنا تفرجوا الفيديو من الاول للاخر باش تفهموا اشنو كاين. الطريقه ديال هذا الموقع هذا مضمونه وفعاله 100% بالتجربه، ما عليكم غير تتابعوا معنا الفيديو الى الاخر. لاول مره دي يشوف لاشين ديالي ما ينساش يتابونا في لاشين ويفعل خاصيه الجرس باش يجيه اي جديد. المهم الاخوان، هذه هي الابليكاسيون ديالنا، سميتها كاف انستغرام. ندخلوا لها، هذا هو الواجهه ديالها. يعني خصك اول ستيب خصك تتبعها هي انك تدخل فو كونت. المرحله الثانيه كتجي لهنايا، هذه البلاصه هذه اللي ما كنصحكمش بها اخوتي ديروها، هي اوتو فولو. اللي بقيتو كديروها غادي يحضروا لكم هذا الفو كونت دغيا، ما غاديش تستافدوا عفوا من لي كومونت ولا اللايك ولا لي فولوور. سو اللي كننصحكم به هو تبركوا فولو، واخا فيها شويه ديال الخدمه. المهم شحال ما شتي شحال ما كيزيدوك ديال لي فولوور، هكا ها كتبع الطريقه هذه. كما قلت لكم هنايا خصك تبقى تبع الطريقه هذه، فولو فولو، كتكثر منها كيظهر لكم هنايا ارقام بحال جمعتي. يعني بحال دابا 200 غتعطيني 100 ديال لي فولوور. كنتي لي لايك نفس الشيء، لي لايك كيعطيوك لي لايك، من احسن ما ديرش اوتو لايك، كدير لايك كتبارك عليها نفس الخدمه. عاوتاني بالنسبه للتعاليق لي كومنت هي هنايا نفس الشيء. كذلك كاينه قضيه اخرى زيديناهم هنايا ديال لي ميكس، زعما الا كنتي تزيد لي فولوور لي لايك لي كومونت وحتى المشاهدات كتلقاهم هنايا كدير ستارت. المهم الخوت، من بعد المرحله الاولى كتجي المرحله الثانيه، هي سابميت اوردر. بشحال ما جمعتي هنايا كيف ما كتشوفوا، انا جمعت 206. يعني غير بغيت نوريكم الامكان ديالي، غادي نجمع حتى نوصل حتى ل1000 ولا اكثر. المهم كتجيو سابميت اوردر، كيعطيوكم هنايا شحال جمعتو، يعني 200 كيعطيوكم 100 لي فولو. انت على حساب شتي كيزيد الارقام، بحال دابا 1000 تعطيك 500 فولو، يعني خصك تجمع هاد لي كوان هادو. المهم كنجيو كنديرو حنايا 200 اللي عندي هنايا هي غادي ندير هنا. المهم اخوتي، من بعد المرحلة هادي، يعني كتبغي تصيفط الكونت ديالك الحقيقي، كتجي لهنايا روشيرش، كديرو يوزر نيم حقيقي، يعني اليوزر نيم نتاعك ها هو ظهر هنايا. كتبرك انتم كيعطيوك هنايا، يعني كون كانت عندي شي كتر راه غادي ندير كتر. عندي انا عدد محدود اللي هو 200، غادي نجي لاخر حاجه. المهم واحد النقطه اضافيه هنايا، راه ادنى حاجه هي زعما الا بغيتي تجمع خصك تجمع 200 كون. قبل ما نفذو هذه المرحله هذه، غادي نمشيو نشوفو الانستغرام ديالي شحال واصل فيه لي فولوور باش نتاكدو. كما كتشوفوا اخوتي 1350، المهم 1352. غنشوفو نفذ هاد المرحلة ونشوف شنو واش غتزاد شي حاجة. المهم كيف كتشوفو اخوتي سكسفول، يعني التجربة ديالك نجحات. كندير اوكي، كنمشيو نشوفو الانستغرام ديالنا واش كاين شي تطور. قلنا الف قلنا ألف، خليناها 1352. يعني هنايا كاين فولوور جداد، يعني الطريقة فعالة 100% وبتجربة قدامكم أخوتي. هانتوما كتشوفوا كلشي قدامكم، الطريقة اللي عجبتني الصراحة لقيتها بصدفة، كنظن غتفيدكم بزاف. هانتوما كتشوفوا أخوتي، وهادوك متابعين حقيقيين. كاين كذلك تطبيقات، ولكن
الصوت ديالهم كاين هو المال، يعني الا كان عندك فلوس في باي بال تقدر تستافد بواحد الطريقة صراحة خيالية كيف شفت. ولكن المهم الا بغيتو نتوما نشاركها معكم قولوها لي، خليو لي ليكم تعالى 100% بطريقة هائلة صراحة. كتشوفوا هنايا الفولور غادي كيزيدوا، يعني طريقة زيد فعالة. المهم خوتي خواتاتي، هذا هو الفيديو اللي كان، هذا هو الفيديو ديالنا. مكرهتش ينال الاعجاب ديالكم، تخليو لي كومنت فولو ولايك، فعلوا الجرس عفاكم باش كل مره يوصلكم الجديد ديالي، ودعموني راني في حاجه الدعم، وشكرا جزيلا.